عرفتش الاكتيفيون خدموا ايوا وين مغاره تسمى مغاره بني عاد ماشي قوم عاد اللي مذكورين في القران هادو قوم رحل القبائل العربيه هما اللي كانوا يعيشوا فيها قوم رحل كانوا يجيو يعاودوا يروحوا الاكتشاف تاعها قرنين قبل الميلاد زوج قرون قبل الميلاد قبل سيدنا عيسى هذا الاكتشاف تاعها حلوها للزوار في 81 81 خدموا لها السيركوي هذا وفتحوها وشنو هو كانوا يستعملوها قبل 81 علاش كانوا يستعملوها الطول اللي ماشي نزوروه نهبطوا ب 700 متر ونرجعوا ب 700 متر كيلو و400 هذا اللي فيزيتيوه هو الطول الحقيقي تاعها 145 كيلومتر 145 كيلومتر حتى الوجده المغربيه عندهم مغاره كيما هذه اسمها مغاره الحوريات بلديه صغيره اسمها سيدي يحيى تابعه الوجده المغربيه درجه الحراره تاعها 13 درجه ثابته فيها 3 دوغري فيكسي وربي سبحانه حطها في الولايه رقم 13 كل شيء عند ربي علاقه تاعها 57 متر مغاره مصنفه الثانيه عالميا والاولى افريقيا بعد مغاره المكسيك تجي المكسيك الاولى عالميا تجي هذه الثانيه عالميا والاولى افريقيا هذه من اندل المغارات ماشي كما تاع بجايه ولا جيجه علاش من اندل المغارات البريبار تاع لي غروت فلوموند كومبلي يجوا على الساحل على البحر هذه راك 1130 على سطح البحر امبوسيبل باش تلقى مغاره بالحجم هذا بالطول هذا في اعالي الجبال هذا مغاره مقسومه على ثلاث قاعات عندنا القاعه الاولى هذه قاعه كبرى اكبر قاعه في المغاره قاعه الثانيه قاعه الملك تقوم بني عاد قاعه الثالثه قاعه السيوف عندك الصواعد والنوازل هذو هكا يهبطوا بسنتيم واحد في 100 سنه عاود تكون صاعده سنتيم واحد في 100 سنه اطول عمود في المغاره فيه 18 متر عندها اكثر من 1800 قرن والمغارة كانت موجودة مع ربي سبحانه كون أشكال القدرة تاع الماء هذه صخور كبسية كاركار كومبلي الشكل تاع غروب الشمس وراه اللازر عاود شوف معايا اللازر وين راه هو ده هنا الرأس العينين والقوقعة حلزون سبحان الله هاي جمل هاو كون حلزون حلزون هاو ده الرأس تاعها العينين وراه اللازر هاو ده الشكل تاعها ايه صح زيد افونسي شوية شيخ روح شوف يا سيدي شوف يا الله هذا كل شيء طبيعي هذا هذا والله مكتوب الله هذا النفق اللي راه مغلوق اللي فيه 145 كيلومتر 145 كيلومتر حتى الوجده المغربيه ها هو هذا التينان هذا اللي راه مغلوق بالبيطون ارمي اسمه المسلح ها هو انفاصل غير الله سبحانه هذا هو التينان راح ندخل هذا البيطون ارمي اللي فاتح فرنسا هذا التينان هذا اللي راه مغلوق اللي فيه 145 كيلومتر هذا هو التينان هذا هو اللي عاد لحقك الوجه هذا اللي خرج الوجه هذا البيطون ارمي اللي دارته فرنسا دارته غلقاته كانوا المجاهدين اللي يروحوا معاه لا كانوا يهربوا منه هنا تحت تهبط مازال مغلوق شحال فيها 145 ما شاء الله Ну, так, вот, как ни как.
ماشي. هاي اللي شوف هنايا باش افونسي. هاي هنا اون فاس، شوفوا معايا في السما هنايا. هاي هذه قال لك خارطة الجزائر في المغرب، فهمتني؟ هاي وي هذا تاع دي زويمات، هذا اطول عمود في المغاره، هذا تاع دي زويمات. هذا أطول عمود في المغارة، اللي عندها كم 1800 قرن، تحسب سنتين 1% سنة، وهذه صاعدة في هذه السدمة 17 متر. نعم؟ 12 متر دي وي جيبوا واحد الاطر واحد الاطر وي نقول له والو احسن من الدين خليو غير باساج جماعه جبدوا غير الاطر واحد خليو باساج باش الناس تطلع وصاي واحدين يشوفوا الوسط هاك انا انفاس عندنا الشكل تاع الجمل الثاني هذا ورا اللازر هاول كومبلي هاول ورا اللازر هاول بالحلبه عاود شوف معايا اللازر وين راه هذا انا انفاس شكل الجمل الثالث بالهودج هذاك الهودج تاع الصحراء هذا كومبلي قاعد هاول عاود انا في اللازر وين راه اللازر شكل اليمامه في العش تاعها هاي اليمامه هاي انفاس هاول الراس تاعها هاي انا تكمل القاعه الاولى من نبدو القاعه الثانيه قدر واحد قال لك مرسوم وعال قالوا انت ما تسمع شو تقول لي وش هو قلت لك الحجره هي على شكل وعل هاو كان يوري هنا بدا وري هنا وخلص بك دوك نجيو طالعين نعاود نوري هنا شوف 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 الله يبارك انا اول مره تبحرت الله يبارك ويني خلي تعجيج لا يا حاشا الدوزيام في الموند الدوزيام في الموند الله ما شاء الله الله يبارك شوف طرف راسه الله يبارك راسه هاو في النص داري شو قال لنا شو قال لنا هاكم في راسه مليحة اصبر يا بس شوف فيه مش راضي يقول انا خويا اسمح لي
الحرية احمد احمد ايش قلنا هو بالذات ايه